بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا وعضفوا بالنسق تفصيلا لأحد الجزئين أوردا إلى حق وصرف الحكم للذي تلا والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. وفصله يفيد غسل المسند عليه كالسوفي هو المهتدي. وأبدلوا ويبدلين تقريرا سجد أي سجيا أندرت هذا يبدلين أو تحصيلا أما حصلين حقيقة أي حصلين يعني. وعضفوا ويعضفين بالنسق النسق أي وعضفين تفصيلا لأجل تفصيل كلا سعيد يا تفصيل درت هذا لأحد الجزئين اللي بدأ جزء يي تفصيلين يعني. أو ردنا معلن إلى حق حق لعلن أيه يوصرف الحكم حكم كأو للذي والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك أرنقا وحي أنا هنا من الأحكام أحكام كمدة. حنكسو جنة توابع ذا شنبا يا هايين سند إليه تابع للرعيه شنطا سيدة سيدة اللي يقال ونعتق بدل كتوكيدة كعث البيان كعث النسق شنطا سوي وحصو شيقي سدح كمدة ينصو مرأي صفتي وانصو مرأي يدو كاشفة هي مؤسسة وقيم سنتي وحان صوم مرأي توكيدك عفو البيانك سدح لا يان صوم مرأي بدل كأي عفو النسق أي دور يا قيب كم ذا إنو الشيغو معاني دودة يا أسباب تا لور راعي ومسند إليه بدل كأو حكو شيغي لبا الرموت لبا نكتاء من لبا فائدة أي الرادين يا مركا لبدل أيو بدل كوكهض لينا وبدل المطابق يبدل البعض يبدل الاشتبال سد حذوي بدل كبدل البدل يغنى كمجرو وهي هي بدل كبدل بدل المطابق بدل كل من كل نوال يرهدا بدل الشيء من الشيء نوال يرهداي بدل كاسي حكم هذا كجرتو أبا نقطة هي فائدة كجرتها وحيتها تقرير وحوجي ده تقرير وحي أجيدا حكم كمسند إليه قال لسي إن بدل كالله سؤال الدونية يعني دان كالي لغم لها حكم كمسند إليه قال هرية أدوسيسي أي واحد دوني حكم كاسي إناد بدل كأدكو السكتو تقرير تاسو أجيدا تقرير في ذهن سامعي عن قصة مرأي توكيد كماها وايهي مثال واحد جاء زيد أخوك أما جاء أخوك زيد جاء أخوك ورالك قايمت زيد زيد بايمت أخوك وحوها فاعل وهو مسند إليه حكم كآتي سوحوها إمات جاءوي إمات كاسي أي واحد أصوي اسمه بدل كأهي زيد هاي الدنبهيو تقرير سيدا يوجي ذا معناها لبعض تحصيل تحصيل وحي وجيدا حقيقة إيو بدل كسيدة دابا كلام كان وحي اللوغة جيدي أو محوها الله حصلين أيو وحونا كساب سنية بدلوا بعض يبدلوا اجتمال ومركان روحا ويرا هذا جاء القوم لفظي قاسي وحي ويقي هاي قولة إيراي وذا تمد مرا آيا إمانين انتو دي بدنيد أيا تمد وحصبين أيا جاء القوم أكثرهم بليها جاء القوم قولي ويمادين أكثرهم إن توضي بضنيت آيات من أكثرهم بدل كان مفايدين يا أرتا تقرير مفايدين وبدلوا إذن تقرير مفايدين تقرير لكم فايدين ومع هذا هدنا مفايدين يا تحصيل الحقيقة عدة تمد إن الله سبه وقرض إن توضي بضنيتنا إيادين قال رأي نمارين بدلوا اشتبال مدوية نفعني زيد علمه باطلين نفعني وحي أنفعي زيد 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 سيكو أنفعي علمه وحصوه إيسا حقيقة وحي هيدا وحي كو أنفعي وحوها علم إيسا تغرير سيدا تحصيل سيدا أي أجهدا وتحصيل وبدل بعض من الكل يبدل الاشتمال تحصيل لو حلو جهدا كلام كوحي لو جهدا حقيقة إيسا لحصيلين أيو تغب بدلو إذن تغرير وإيهي بدل كي هل كهدو كنافي عضف البياء عضف النسق يعني عفو النسق إلا استعماله مسند إليه
تابع للراعي وتابع عاصينا عفو النسخ ويهي تي حروف تمعاني ذا أي كيري سلمر كان أنت بدل نحو ذا الوبرتو معاني ذا سوية نكتة ذا كجرتو ومعاني ذا سوحا كم ذا معضوف أي معضوف عليه حرف أي أدحية حرف كان سقال حرف ميت كم ذا وي سقال كان حرف اللح كم ذا مسند مسند إليه يعني معضوف يا معضوف عليه مسند وحل لازمها معضوف يا معضوف عليه معناها نو وداجينيان اعرابك نو وداجينيان سدح كمدنا اعرابك كليه وداجيان ومعناها مو وداجينيان هدبا قولدان لخده اعرابا وحكما لبد وداجينيو يو خو كاشيغي سدح حرف معاني دوده سدح حرف وا وو ف ما افر حرف وو ي ف ي ثم ي حتى ايو كاشيغي فوائد أي فائدين يا وحى كم ذا لبدا جزء مسند يا مسند إليه وجهه ذا لبدا جزء أو مسند يا مسند إليه جاء أي دون مت كم ذا إنها تفصيله سو أما الله وضبه إنها تفصيله سو مت كم ذا مركع تفصيلين واو أيات استعمالي جاء زيد وعمر وحى تفصيله سوى مسند إليه جاء مسند كبار تفصيلين جاء زيد وزيد وأيمي إماتي ما تشكتي إماتن قاسي مياي وذا سعودين مياي كله الرئيين أرن قاسي دي ووضو بتسميسو لكن زيد وعمر أياد اسكو عضفتي وزيد فاعل بوها عمر نمسند إليه فاعل كايوكو عضفيني هاي ولما مسند إليه وإماتن قال لبدا قف أياد وذا سميي وي مركا واحا تفصيلي سي مسند إليه مرنا واحا تفصيليني مسند إيه مسند إليه لبدا هداد فا استعماشو أما ثم هذا استعماشه أما حتى هذا استعماشه سدح له حرف وحي تفصيلنا يعني مسند كي مسند إليه وهي هي وحقان موافقاتنا وإليه مختلفاتنا وإليه فهذا وحي فائدين مسند كي مسند إليه إن أي تفصيل سو هو تفصيل كأي تفصيلنا وحي تهي مسند كقابك مسند إليه وحرين يهي iyo taabiciisa lagu soo cadfi doono faada lagu cadfayo musnad ilayga ku xirnaashihiisa way kala dambeeyeen oo tartiib ayay tusini isla marka kala dambeyntaasi in badan ma ahayn bila taraaxid bila muhla way isdaba suudeen oo markaan iraahdo jaa zaydun fa amrun jaa zaydun zayd baa yimid fa amru amrna wuu yimid musnadki waa tafsiiliye musnad ilaygana waa tafsiiliye أرد مسند إليه أن تفسيرية يزيد يا عمر إلى يهين أن شيء مسند كنوان تفسيرية يا إماتك هالمر إنه صندعين وزيد أيه يمد عمر نمر دم ويمد وي والله إماتنا يقرأ مسند كوان تفسيرية مسند إليه كنوان تفسيرية لكن فاد وحي تصني تعقيب وحل يراه أو مسند كي مسند إليه كوي كلا دم بين لكن وحبا دم كلا بين دم بيني ثم هذا استعماله جاء زيد ثم عمرو عن راهضه ثم هذا واحد تصيني أو تفسيريني مسند كي مسند إليه سيد فأذي يوكلي مسند كي مسند إليه أي تفسيريني أو مسند ك واي تفسيري سي الله بإمات إن يهين أي تصيني مسند إليه أنا واي تفسيريني الله بقفوي وحيمت زيد يا عمر إسلام مركا ملابسة مسند إليه وملابسين فعله ويهو الرئيسة وحانا الدنبية معضوفك الدنبية ملابسة وفعله ملابسين أي الدنبية ولبا بالتراخي إن بغن وكي الدنبية ثم ذو ويهي هذا ثم يفعد وحي وذاقين مسند كي مسند إليه لبدا بإن أي تفصيليان إسلام مركا أنا أي تسيان ترتيب فهذا وحي خاص لتها التعقيب ثم ذنا تراخي وحي خاص لتها تراخي ترتيب كاس أي فائدين يعني فهذا إيو ثم ذا وترتيب خارجي يعني إماتن كاس إذا أخرى دعي أو اسمي غوري مسند إليه هي فعلي غوري سميي معضوف الوصو عطفين دنبينا الوصو عطفين مسند إليه الوصو عطفين فعلي غوري دنبي خارجيا يعني أساسا أريد أقول لعضي حتى ترتيب بفائدين يدنا ومسند إليه لماذا هو التفصيل
horta hadda xarf al-caadif markay noqono afar saddex shartu bay leedahay iyo hal shartu oo isku khilaaf afar shartu bay leedahay sida fa iyo iska cadaf ma aha awalan horta ismi waa inay cadafta ficil iyo jumla iyo macad fikirto ficil ismi waa inay cadafta ismigaasi waa inuu معضوف كبعض من البعض فعله وإنه يهي أما كل بعض وإنه يهي الشرط لبعض بعض قا وإنه غاية يهي قيبتي أف عيني أما قيبتي أف عميد وإنه يهي سد أحد الشرط والإسلاء أقول يهي هل شرط يقول لسكو خلاف سيئوه معضوف كي معضوف عليه لبا اسمه الظاهر وإنه يهين والضمير ما عاد فكر تقول عليه هذا بقى مركا عضفته حتى هذا معضوف كذا معضوف كذا معضوف عليه قال الله شرطنا إن بعض كليهم ولبا غاية سويهين هو الله شرطنا مثال كوحو نقول إياه مات الناس حتى الأنبياء وباتله أما قدم الحجاج حتى المشاة أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها مسند إليه ما أهدر ومفعول لكن مثال كواصح أظن إرادو جاء الحجاج حتى المشاة حتى هذا وحي تصني مسند كأو فعل جاء لبجر أيون عي حجاج تيو قار جديد صارنا قارنا لويني يا يمدو كبي لوينين ولوينين ين ويجي مادين كبي جديد كصارنا ويجي مادين والله ما يماتين مسند كأو تفسير سيء مسند إليه كأو تفسير سيء هي هو حجاج يو حجاج ثيو قارن لوينيي قارن جديد صارنا سدو إليه جنوا تفسير سيئه لكن مناسبة ده أما هو مسند كي مسند إليه جا إن السنة أترتيب سنة هذان وعقل هان يجرشوا هو حد قراني ما كان راهدو جاء الحجاج حتى المشاط وحكومة قرية حجاج تينا يتقوله جديد كسرنا إنا يمادين كبل وين ينا مردم بأي يمادين أو فعل جم ماشي يالو إماتن كأه وح ملابسة مركهوره معضوف عليه كأجزاديسة أو قلدي جديد كسرنا أيه ريمد معضوف عليه كأجزاديسة فعل جسلو ملابسة ينا يأي وسوق جاري حتى هذا وح كذا بيو معناها زي فائديني عقل أهان أيضا سيدا وفهم لكن خارج أهان لازم أها سيدا بل واحد عي كرتها ما كان الله يهي غلظة ساتي من غلظة الرواية حتى هذا واحد كذا ما يئن يهري مادينا بدع كرت ومثال واحد صح يا إنا ترى هذا ما تقول أب لي حتى آدم ما تقول أب لي أباك سون الله وادنتي حتى آدم آدم حتى وادنتي ويهي ذهن أهان وحد أفهمي أبياش وسيدة ودمرين ودمرين آدمنا حتى إنه يقال دمشادي يد أفهمي لكن خارج أهم مكان لي يرهدو آدم أبياش دي آدم أكهر انتيبا حتى هذا كان قد بأي أكهر انتي أبياش أكدم دي بركة خارجيا معها ترتيب كأي فائدين حتى وذهنيا هذا الكسيدة الله لغيو يا سيدة ويهي قاسي وتفصيل وحكومة أو رد إلى حق بس الذي شلع أن كجوج جني وهو حقانية لا ذا حرف العطف ما كان له استعماله وحي على أرض لا يلاكن يبل سد حذاني وسد حذي أن إذا معضوف إيه معضوف عليه إعراب كي وذا جنيا لكن معناه مو وذا جنيا هذا ما معاني ذو ذكر فهم لا ذا وحي عطفته خبر مثبت يا أمر قداشي سعرفته من في النهي يا ما عاد فكرته قداش هذا وعاد في خبر مثبت جاء زيد لا عمرو أما أمر يضرب زيدا لا عمرو معنى هي فائدين مرك وهي فائدين سه نفي ماشي يالو ما هو حنجة إثبات كماشي يا خبرك إثبات كيسة معضوف عليه قهر عليه وهي هي النفي ماشي يالانا لا ذا وح كذب بيا معضوف كعقادنية وحنقولي جاء زيد وزيد ويمد لا عمرو عمر موسى ماري إماتك وح قاتل زيد عمر إمات الله أنا يوخاده هذو أمر يهينا واسدا فعل قال إس أمر يعد فعل قاس إنه كنت لعور الأمر يا ومعضوف عليه
معضوف كنا عكس جيسو نفي أيو قادنيا معناها سورة لا ذا فائديسة هذا بقى لا ذا قفك الملاحظ ليه ومخاطب كا أرنك السفي عن فهد قدر يلفتي وشيء جيري لكن على غيابة إلا إسكاه المامي عدة الملاحظ ليه لا ذا حرف العضف كذا قفك مخاطب كا سد حالا بدون قفك سبان أيها الملاحظ له سد حالا وحوي قف معضوف هي معضوف عليه قاس قلبي هو هايستو ده بجد هو هايستو قف كو تردد ايو قف معنما هو هايستو سد حاسا لو لا هذلا قف معضوف هي معضوف عليه عكس هو هايستو قف وله امسان يها عمر انه يمد زيد نو سن امانين عمر يمد زيد نو سن امانين سد نو امسان يها حقيقه ان زيد وهي كيمد عمر ما امانين سد هو هايستاد كو دبا جديني مارك أسوحوا هاي استعمر إنه يمد زيدنا وصل إيمان صومها واحد لا جاء زيد الله عمرو كاو حاليا هذا قصر القلب قصر إماتك زيدات كقابين هاي سبحان قصر اللوليه قلب نسيد وهاي استد كده بجد سوي سيد أسوحوا هاي استي عكس زيدات ودكتي قصر القلب بالي هذا كا إن أي وذا يمدين هدو هاي استكور زيد يا عمرو وذا صعدا وذا يمد بو هاي استي مرة هي زيد كلية يمد عمر ما بإيمانه وهذا الذي جاء زيد الله عمرو كان وحلي هذا قصر الإفراد قصر إماتك زيد كون قابس إسلام مر كان أيوه لما أنا لما ضد أنا وذا يمدين وها يستي وذا إفراد يستي زيد كلية كيمد قصر الإفراد لما لا سلو شيء جيا قصر تعيين يجرا يعني قف كان وشك سنا طلعوا من زيد إنه بدي بدو أقول لكن زيد مية عمر مية وقرن لا بعد اللي جاء زيد ولا عمرو قصر تعيين قال لي هذا يهرت وإماتك زيد أتكو قابسة إسلام مركها سو وش كسناي وضو عينتي وضو شكتي سد حلا قول على قول هذا لا لا ده عضف كذا ويا هي رد ردن إلى حق أنت وكل يسدا يوجده يعني قفك إن لقى عليه سيدي هو هيستي حقنا له عليه أو قصر القصر قلب اللي وصمه يو أما قصر الإفراد اللي وصمه يو أما قصر تعيين اللي وصمه يو أي وجهة وهي هي وحي من وصرف الحكم للذي تلا صرف الحكم للذي تلا بل كلي أي الله استعماله بل أفر الرمضة يتبع نعضاه وما كان حرف عاطف نغوري نفي وايد تبع نعضاه نهي وايد تبع نعضاه خبر مثبت وايد تبع نعضاه أمر وايد تبع نعضاه يعني النفي وايد تبع نعضاه نفي وايد تبع نعضاه خبر مثبت وايد تبع نعضاه أمر وايد تبع نعضاه نهي وايد تبع نعضاه هذا بقى مركه خبر مثبت إذا تبع نعضه ولابد إلا هذا أي تبع نعيسه خبر مثبت مركه تبع نعضه أما أمر أي تبع نعضه وهي فائديسة الضراب وحلي وطن وكهذا ليه الضراب وحلي هذا فائديسة الضراب وحوي حكم كم ماشي يال معضوف عليه جمركي هرئات سيسي حكم كاسي معضوف كبل كذا بيع قاضنيا معضوف عليه أنا كلام سكوت عنه من غني وح وحول وحكمين إنه كله وعنكو إذا جاء زيد بل عمرو جاء زيد زيد يمد بل عمرو عمر بيمد إماتك عمر كذا بنسي زيدنا وحنا كور منك سوق قدوي يعني إثبات النفي مثل ما أنا سينين كلمة سكوتي عنه من غنه إضراب لي هذا وبلك لكن بعد مصحوها كلام أكون في مربعين بلتيها وانقل بها للثاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجري خبر كمثبت كا يا أمر كا وحي حكم كوحق هذا يا بشر وحق الضمبيه ومعضوف كا معضوف عليه أنا كلمة سكوتي عنه أيه من غنه إضرب زيدا بل عمرو بن مكوير اضرب زيد زيد قرع بل زيد وركي يجدا قرع ما قرع ان اديك الله انا ما با ان كو امريني عمرو عمر قرع بن مريا اضرب كان سيفا ايديني واي هي وصرف الحكم للذي ثلاثه سدا ايو جيدا معاني عضفك وحا كميدا شك يا تشكيك يا ابهام يا قلداس يا كميدا اودا لو استعماله او اودا معانيده وحا كميدا شك متكلم كايا شكسن
جاء زيد أو عمرو الباتري جاء زيد وزيد بيمد أو عمرو عمر بي يعني مدوي بدو أوجاي لكن كي كي وها أيانجر أنا كان متكلم كاجران لا أو شك السن شك السداس ويوجده وتشكيك كي مداني واجرانية لكن مخاضب كان كشك جلينية مخاضب كان شك يريد الربا جاء زيد أو عمرو زيد بيمد أو عمر بيمد وكشك جلين تشكيك إبهام تشكيك ويرنوي هاي لكن وحكي بدلية هاي أنا وأنا وهاي كان يمد زيد يا عمر متكيم يمد وأوجهه لكن مخاطبك يعني كقرينة يا ما هذا قريني دم بنك عليه تشكيك دنك ما عليهن إنه شك يوم مرة بس دنك لك مرهن لكن إبهامك واحد أوجه قرينة يا مخاطب كان وش شيء جيدين دن خاص هاني يعني كله ياي دن تاسي واحد كم ذا أرن كان يعني وش شيء جيو يندور يا بالهر إنه كف كراسي في عن أهو بصدقه لماذا أرمود متك صحة إنه أسجى صوص صاره ما هي واحد دنيا خوف كان واسب صبا يايو إلا قبطانها بقى ورزيد بيمد مع عمر بيمد بالك أنا بصنع سان أولي أسكت يا صوص عطار رب إلا سيارة بقى وياي يعني أسباب اللغة إبهام كأي كميت هاي آيات قرآن يا واحد إياكم على هدى أو في الضلال مبين وإنا النجا أو إياكم أما قال إليكم مدن بال على هدى كسران أو في ضلال مبين. رسولك وأوجه عليه الصلاة والسلام مؤمني وأوجههم قلادة بعض إن ماذا كسران قلادة هداية كسران. إسلامك أنا أو أي الله استعماله وإنا أو إياكم سبب كوحوي والإبهامين يايو قلادة أو حل الدنيا جوعان أذك إن ينقاذنين أو أي فكران وأننا إذن كإن حق هو ذا سوغن هي مدعي كرتو إن باطل هو ذا سوغن قصر سوغن هاي نبدع كرتو أني أنا يديك مدو بابات الكسوة مدنا حق الكسوة هي هي أنا فبصن أفكرن يعني على الدون يا قرادن قرآن أذك أنا ينقاذني لأرنتو أي كفكران وإنا إياكم لعلى هدى لعلى هدى أو في ضلال مبين اللفت هذا هو إبهام لكن مسند إليه ما هكا وإنا إياكم تأيا مسند إليه وأبدلوا ويبدلين تقريرا سوغد أي سوغيان حكم كبير بدل كأسوغيان أو تحصيلا أما حاصلين حقيقة أي حاصلين يا وعاضفوا ويعطفين بالنسق النسق يكو عطفين تفصيلا تفصيلين درت هذا لأحد الجزئين اللي بدأ جزء مت كمدة أما الله بدأ أي تفصيلين يا أو ردا أما علين أو رد اللي يرى هذا أو تفصيلا تلو عطفه أو رد إنه ويشيغان والله إنه يكون جرتاء يا لتوه ما لديه أو رد أما ملين رد علين إلى حق حق له عليه وقسل قلبك يا قسل إفرادك وصرف الحكم حكم كله حنتيزا للذي كله اللي يتلاه راعي وبل وعضفتي بعد الخبر المثبت يا أمر قداشي وشك شكي وي يو التشكيك كشكي قرين يو الإبهام كقرين يو غير ذلك انت وحانا هينو من الأحكام كلاه وفصله يفيد وغسل المسند عليه كسوفي هو المهتدي وفصله فصل انتيسا وإرادة فصله أما وفصله سعيد سبي ضمير الفصل الغصعة يفيد وحو فائدين قسل المسند مسند كقابنتي عليه مسند إليه كالغقابيه وذلك كالسوفي هو المهتدي وياره يعني وحو ليه أحكامتا مسند إليه كوحا كمدا إن ضمير الفصل للراعيه ضمير الفصل راعنت للراعين أيه معاني بوكينا معاني دي سنة قصر واكمدا سيدا ضمير الفصل قال لفتي سايا شروط له لح شرط بيوليه عزنا حوالا لغو برطا لبا شرطيا سايا الله شرطيا لبا نوحا كورا الله شرطيا لبا نوحا كدنبيا الله شرطيا شروطا سيوحا كميدا لبا سايا وحا كوريا لبا شرطيا الله شرطينا يو إنو مبتديه وحا كوريا كو أما مبتدو إنو يمعرفنا يه لبا شرطيا الله شرطينا مبتدها ناسخها قالوا أبي مسنجلين وحا كوريا وإنو مبتديه هدو مبتدئ هي من واجهه المبتدئ هان جري وناسق لا قالي ما عرفنا وين وياه أنا كروا إنه سنين واحد كذا بينا الله شرط يا الله شرطين هي خبر المبتدئ وين وياه إسلام مركا أنا وينه معرفة هي أما كل معرفة وينه نوعه معرفة وينه نقطة أما معرفة وينه الله من نقطة وينه الله من نقطة كلا لوجي ده وين دونا أصل الله شرط يا الله شرطيا الضمير رفع منفصل سورة دي سوينه ليه وأنا يا نحن يا أنت يا أنت يا هو يا هي قلنا سوينه النقطة ضمير رفع منفصل سورة دي سوينه ليه هو شرطي
waxa ka horreeya inuu mutaabaqayna waa shart waxa kor ifraadki iyo tathniyada iyo jamaa iyo tadkiirka shanti arimood oo inuu ka mutaabaqaya lixda shartiya loo shartiya saddex arimoodna jumladu u faa'iideeyaa saddexdu faa'iideeynaa qasrigana kamid uu ka hadlayo qasri waxa weeye mubtada iyo khabar dhaxdoodu dhacay soo ma khabarka waxa iska leh mubtadaha idan mubtadaha ahayna shaqo kuma leh khabarka wuxuu ku qasrisan yahay mubtada mubtadaha ma qasrisna ma xasrisna ee waxa xasrisa waa khabarka khabarka mubtadaha kali ayuu ku gaaban yahay oo khabarka cid kale oo sameeyay lama arko macnaheedu faa'iideyn midal hadaan iraahdo zaydun huwa alqaim zaydun huwa alqaim wuxuu faa'iideynaya huwa alqaim oo qiyaamki ah zayda sameeyay cid kale ma ayan sameeynin zayda sameeyay basa عد كلام أي سمينين وياه معناها سوف إيديا معنى كلام وفاء إيديا يو توكيد الجملة وفاء إيديا أو وأتكلم توكيد إيديا عن صوب مرة قريب كم إذا ويانا توكيد كي إسناد كي توكيدنا يوي إسناد كي توكيدنا يا معنى سد هذانا ومعنى النحوية وفاء إيديا يا خبركو خبر نمكو عضينا يا يو نعت إنه سنهين أيو تسينا يا ويو ضمير فصل قاعدين احد لقى ساره خبر كان نعتبه ايه كاني لا مبتديه ومعرفه خبر كينا ومعرفه زيد القائم وداتر زيد 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 كي القائم الى القوه ضال الله بلاينا نعت مركا انو سنعت اهين خبر يهي ايو كعضيني سد احد فائدنا والي يهي وكا وفصله فصل انتي سب ضمير الفصل الوفصليه اما وفصله واراده فصله ضمير الفصل دون تان للدورة يفيد وحو فائدين قصر المسند مسند كإن لقابين أيوه عليه مسند إليه قلقوا قابين أيوه وذلك كسوفي يسوفي هو أسقى أكلئ أي المهتدي كان هنو صنع عدك لو هنو صنع مجرته معناها سوف فائدين قصر يا مركان قارنوا إن شاء الله وتعالى وحناك الدورنا قصر يا وحوق بسماء قصر حقيقي قصر إضافي يوحسوق بسماء وارك الدورنا إن شاء الله والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانه